السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب العالمين. طمنوني عليكم، على صحتكم، إن شاء الله كل الأمور والأخبار طيبة. طبعا نعتذر منكم على التأخير في إنزال الفيديوهات شوية كده، مع الالتزامات، مع عرفتم المواعيد، فكل شيء عرفتم من ألاقي وقت أفتح لكم لايفات على التيك توك، أو أفتح لكم طبعا قراءات مجانية بتنزل بعد هذا الفيديو بإذن الله، أو أنزل لكم فيديو. يعني أنا والالتزام والمشاغل. طبعا يا بنات، خلينا نسوي قراءة الفنجان اليوم على مواصفات الشريك. خلينا نشوف مواصفات الشريك، من هو الشخص الذي يعني سيدق بابك. طبعا القراءة بحسب الحرف الأول من اسمك، أو بحسب الحروف، أو بحسب الحجر. أوكي، لون الحجر، القراءة الأولى الحجر الأبيض، والقراءة الثانية الحجر البني، وطبعا يمكنكم الاختيار بحسب طاقة الأحرف. خلونا نبدأ بالقراءة رقم واحد، وخلينا نشوف حالكم وأحوالكم وكل اللي في بالكم، وإيش عندكم وإيش أموركم. طيب، أصحاب المجموعة رقم واحد، أصحاب الحروف التالية، أشوفك تزهر بإذن الواحد الأحد، أشوف إنك راح تفرح. كل يعني النكد أو الحزن اللي كان عندك بإذن الواحد الأحد بيروح. عندك مسارات طويلة، يعني دخول في علاقة عاطفية طويلة المدى، لا فيها طلاق ولا فيها انفصال ولا فيها شيء. أصحاب هذه القراءة، صح أن عندكم الكثير من التعطيلات، كانت الآن أنا أشوف أنه حياتكم زي الوردة المفتحة كده، ستشرق الشمس بعد المغيب. في عندكم الكثير من الأشياء اللي راح تفرحكم، جايكم العوض اللي يعني عوض رب العالمين. كانت عندكم عيون كثيرة وناس مركزة على حياتكم، إيش بتسوون إيش ما تسوون، في عندكم تعطيلات كبيرة، لكن الآن قاعدين يعني إيش بقول لكم، طالعين من الظلام إلى النور، من الظلمات إلى النور. عندكم أشخاص كثيرة في حياتكم، لكن أنا شايفة إنه أكثر تركيز على شخص معين بمواصفات معينة. كأنك تقولي لي أم مسك، أنا حاطة في بالي مواصفات معينة، إذا لقيتها في الشخص أوكي، هلا ومرحبا به، إذا ما لقيتها خلاص أنا بشوف حياتي مع شخص ثاني، أو خلاص ما بتزوج أصلا، يعني يا أما يجي الشخص اللي في بالي ولا ما بتزوجه. عندك مواصفات معينة حبيبتي، عندك مواصفات معينة، شوفي فنجانك فيها الكثير من الأحداث بكل صراحة. أوكي، طالع لي أنك ستتزوجين عن يعني قصة حب، ستتزوجين عن حب بإذن الله. عندك معجبين كثر قاعدين راقبونك، معجبين كثر قاعدين راقبونك، بس ماني قاعدة أشوف إنه بيتقدموا لك، يعني في شوية كده زي البلوك صاير. طيب، هناك شخص رح يحاول يتقرب لك الفترة الجاية بإذن الله في غضون الوقتين، يعني يومين أسبوعين شهرين ماكسيموم. والشخص هذا راح يشوفكم او اوريدي هو شايفكم، بس يحاول انه يتقرب لكم اكثر، يحاول انه يدرس طباعكم، يحاول انه يدرس شخصيتكم، يحاول انه يتقرب لكم، بس يخاف من ردود افعالكم. الشخص هذا معجب سري، وهذا الشخص طويل القامة، نحيف البنية ورفيع، يعني نحيف ورفيع ولكن ضعيف، يعني متوسط كذا. سمرة موجود، إنها أسمر أو سمرة كذا حنطية، عنده لحية وكذا وشنب حلو ولحية حلوة، وهو كله على بعضه حلو، بسم الله ما شاء الله، إنسان كويس جدا. قاعد يراقبك ويراقبك، يمكن انه على السوشيال ميديا، او قاعد يراقبك في مكان العمل، يقدر يكون زميلك في العمل، زميلك في الدراسه، يقدر يكون انسان موجود على السوشيال ميديا موجود معاكي. المهم انه اوريدي راح يحاول انه يتقدم لك، او يحاول انه ياخذ خطوه تجاهك. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الرجل هو لم يسبق له الزواج، ولم يسبق له الارتباط بشكل رسمي، يمكن انه صارت عنده خطوبه ولكن ما تمت لهم. اوكي،
يمكن في شوية اختلافات. الرجل هذا ليس من نفس جنسيتك، أو يقدر يكون نفس جنسيتك لكنه مقيم في دولة أخرى. عرفتم؟ إذا هو الآن موجود في حياتكم، محيطكم العملي أو الاجتماعي أو العائلي، فيوجد عندكم بعض الاختلافات في العادات والتقاليد، في العقلية، في الأمور المادية. لكن إذا هذا الشخص غير موجود في نفس مكانك ومحيطك، فهذا الشخص موجود في دولة أخرى، والاختلاف بين الدول والعادات والتقاليد بين الدول، أوكي، أو بين المحافظات. هذا الشخص أشوف إنه جميل، مبسمة حلو، إنسان يحب الضحك والوناسة، إنسان كويس جدا ومحترم، ويقدر يكون شغله كذا يعني شغله ذو مكانة عالية، شغله ذو مكانة عالية، يعيل بعض العائلة، يمكن أمه، أبوه، أخواته، أخواته، يعيل، مسؤول على عائلة. أشوف إنه مسؤول على عائلة، هذا الرجل محترم، بار بأمه، بار بإخوانه، بار بأبوه، محترم، يشتغل بضمير، عنده ضمير مهني عالي، يحب شغله، يمكن إنه تخصصه في نفس مجال عمله، عنده موهبة، عنده حاجة يحبها، يقدر يكون يحب الطبخ، يحب الرسم، يحب الموسيقى، يحب العزف، عنده حاجة مغروم فيها، عنده شغف، عنده حاجة هو يحبها، بقطع النظر عن عمله، أوكي؟ يمكن إنه يسوي، يروح الجيم، ما أعرف يعني، ما أدري إيش هوايته، بس كل واحد على حسب، لأنها قراءة عامة. بالنسبة لهذا الشخص أموره المادية ميسورة، ظروفه طيبة، وإنسان ميسور الحال، ظروفه طيبة جدا، يعني فوق الميسور وكثير. يمكن يملك من السيارة سيارتين، أو يمكن من البيت بيتين، بيت عند أبوه، يعني بيت العائلة وبيت خاص فيه. يمكن إنه بالنسبة لهذا الرجل راح تكوني زوجته، ولكن بطريقة مستقلة، يعني مش راح تكوني مع أهله، راح تكوني بطريقة مستقلة معه، أوكي، راح تعيشي صح، أوكي، حلو الأهل والأهالي والروابط وصلة الرحم، لكن أنا أشوف إنه هو من بين القرارات اللي متخذها إنه لازم يكون في حدود بين الأهالي. فالمرأة اللي بتزوجها راح يكون في بينه وبين، يعني بينه وبين أهلها، يعني حدود. من بين الأشياء اللي مقررها إنه يسكن البيت مستقل الحالة، فعنده بيت مستقل الحالة يا حبيبتي، يقدر يكون عنده بيت طابق فوق مع أهله، لأنه أنا شايفة إنه عنده بيتين أو عنده سيارتين. لكن هو من قراراته الشخصية إنه يستقر بعيدا عن أهله، ما يحب المشاكل. هذا الشخص أنا قاعد أشوفه في خاتم، خاتم خطوبة، أو خاتم، شفتي قلب هنا؟ شفتيه القلب هذا ولا لا؟ راح تتزوجي عن حب، وأشوف إنه في قلب هنا، وإنسان هذا تراه محب للخير، يسوي كثير يعني أشياء خير، ويسوي كثير يعني أشياء الصدقة، يطلع كثير صدقة، يمكن إنه داخل في جمعيات خيرية، يمكن إنه قاعد يسوي أشياء كثيرة، يعني إلى جانب إنه هو مرضي أهله. لكن أنا شايفة إنه إنسان يحب فعل الخير بطريقة كبيرة، وإنسان معطاء جدا. أشوف طائر، أشوف إنك راح تطيري، أشوف إنك راح تسافري، يعني للناس اللي قادمة على سفر أو تحب إنها تسافر عشان تتعرف على هذا الشخص، يقدر يكون ترى معجب سري من خلال السفر تلاقينا. أنا ماني عارفة، بس أنا أشوف معجب سري، إنسان يخبط فيك خبطة مو طبيعية. عندك طائر، لأنه في طيارة، في بتطيري، بتحاولي إنك تسافري، بتغيري جو، أو إذا الشخص هذا يمكن إنه يكون مسافر أصلا وجاي، أوكي، ففي إعجاب، طريقة مو طبيعية. أشوف إنه في حيوانات كثيرة، الأرنب، الرزق، الشخص هذا راح يكون إنسان رزقه معاه، داخلك بالخير، داخل بالفرحة والسعادة، داخل حياتك بالألفة والرحمة والمودة، إنسان كريم جدا ومعطاء جدا، وعنده حياء كبير، يعني إنسان عنده الخجل، ومو الصفة هذه ما تلاقينها في الرجال، رجال اليوم، مستحيل، أوكي؟
عندك عقربة، في إنسانة رح تحاول إنها تراقبكم وتحاول إنها تسرق منكم المعلومات، إياكم إنكم تعطونها. عندكم عقربة بتحاول إنه تركز معاكم ومع حياتكم، إياكم إنه لما يدخل الشخص هذا حياتكم إياكم إنكم تتكلمون عليه. والله العظيم تراه بيصير زي الطائر اللي أنا قاعدة أشوفها الآن. أوكي، في درس، شوفي عندك درس، شوفي درس هذا قاعدة تشوفيه ولا لا؟ شوفي الدريس هذا الطويل، ما شاء الله ما شاء الله، فستان فرحك موجود في الفنجان، شوفي، ما أدري لو قاعدين تشوفونه ولا لا، شفتي فستان فرحك موجود، تلبسين الأبيض بإذن الواحد الأحد، وبتحملين بتوأم بإذن الله السميع العليم، بشوف عندك خير في حياتك، ولكن عندك ناس مركزة معاكي. الشخص هذا ترى محترم جدا، والله بسم الله، يعني ايش بقول لك، ترى في توافق كبير، روحي جسدي عقلي فكري ثقافي مادي، ظروف طيبه. اوكي، بالنسبه للاسماء اللي مبين عندي، خليني بس اسوي بصمه واقول لكم ايش الاسماء اللي مبين عندي يا بنات. طيب هذولا الاسماء، ابصمت خمس بصمات، خلونا نشوف الحروف. حرف اللاء، اللاء والراء كبداية الأحرف موجودة عندي، يقدر يكون الشخص هذا أول الحروف حرف اللاء أو حرف الراء أو حرف الحاء، هذه البصمة الأولى. البصمة الثانية حرف الساء أو الشاء أو الزاء. أوكي، البصمة الثالثة حرف النون، النون والواء، هذه البصمة الثالثة. الخامسة اللاء، بعد طالع للاء، والداء، اللاء والداء في البصمة الرابعة. الخامسة الراء نفسها. أوكي، يعني هنا الحروف اللي مبينة عندي الشخص هذا يا أما يكون حرف اللاء أو الراء أو الداء أو النون أو الواء، كذلك موجود عندي حرف الياء. أوكي، حرف اللام مرة أخرى وحرف النون والداء. فأنا أشوف الأول الحروف الشخص هذا رح يكون زي كذا. بالنسبة للعمر، أشوف فارق العمر بينكم من 4 إلى 9 سنوات، فارق العمر بينكم من 4 إلى 9 سنوات. أوكي، بتفتح قسمتك وقسمة واحدة من أخواتك، ستفتح قسمتك وقسمة واحدة من أخواتك بإذن الواحد الأحد. تمام، عندكم غربة، عندكم سفرة، بتسافرون، بتنقلون من مكانكم، مش رح تتزوجوا من أهلكم ومن دمكم ولحمكم، رح تتزوجوا ناس غرباء عنكم من البعيد مش من القريب بإذن الله. أوكي، خلونا بالله عليكم ناخذ شوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بتتزوجون عن الحب على العموم؟ خلونا ناخذ 4 تاروهات واثنين حق الحب فقط، ندلعكم شوي أصحاب المجموعة هذه، خلونا نشوف. طيب راح تحقق بسم الله ما شاء الله. أنت الآن ضائع، أنت الآن تريد الدخول في علاقة عاطفية بس مش عارف كيف. طيب خلوها على الله يا أصحاب المجموعة هذه، عندكم توازن في العلاقة العاطفية، قد استقراركم المادي رح يكون قد استقراركم العاطفي بإذن الله، رح تحققون التوازن، رح تلاقون شريك حياتكم، رح تفرحون، رح أشوف أنه في استقرار، شخص هذا رح يدخل لحياتك بإذن الله بداية من الشهر السادس، نتكلم من هنا للشهر السادس الشهر الجاي رح تشوفون الخير. تمام، احنا اصلا اوريدي بندخل فيه الشهر هذا، فرصة لا تعوض، اذا جتك هذه الفرصة لا تعوض. الرجاء لكل من جاك شخص معجب سري، حاولي بالله عليكم انكم ما تطلعوا هذه الفرصة. خلونا ناخذ عشان خاطركم، عشان خاطركم نفتح لكم لا اله الا الله محمد رسول الله 3 كروت ونقراها بخصوصكم يا اصحاب هذه المجموعة. كروت الطاقة. طيب تقول لك القراءة هنا، لا تستقوى على نفسك،
خلي الأمور على الله، ربي راح يسطر لك، بسطر لك قدرك، ربي مسير لك أمورك. أوكي. والكارت الثاني قاعد يقول لك أنت الآن مستعد أنك تدخل في علاقة عاطفية، مستعد كل الاستعداد، جايك الشخص حتى لو هو في منطقة أخرى أو في بلد أخرى بإذن الله. أوكي. القراءة الثالثة تقول لك، تقول يعني الكارت حقك je ne sais pas vraiment qui je suis، أنت الآن من الأخير مش عارف تماما من أنت، يعني أنت شوي ضائع زي ما قلت لك في الكارت، أنت شوي ضايع. أوكي. لكن je l'accepte، أنا أتقبل، تقبل الطاقة، قول أنا بإذن الواحد الأحد بيتقدم لي الشخص هذا، بيجيني الشخص هذا، أشوف إنه في تغييرات كبيرة. أوكي. حاول إنك تتفائل، تفائلوا بالخير تجدوه على قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا بنات. الله يكتب لكم الخير والسعادة. هكذا كنا خلصنا القراءة رقم واحد وبس، لا ما كملنا، خلونا نكمل 2 كروت. هذه في بينكم توافق جسدي كبير، في بينكم تخاطر روح، راح يكون توأم روحك. هذه فرصة لا تعوض، لا تعوض، حاولي انك تعطي الفرصة هذه في العلاقة الجاية، راح يكون في توافقات كبيرة. اوكي. اذا تقدم لك هذا الشخص اعطي لنفسك فرصة، بليز اعطوا لنفسكم فرصة، لا تضيعوها على نفسكم. والله يكتب لكم الخير يا بنات والسعادة والرضا. وخلصنا القراءة رقم واحد وشكرا لكم، الله يسعدكم يا رب العالمين. طبعا نوصل 2000 لايك يا بنات بالنسبة للقراءات، القراءة رقم 1 أو 2، نوصل لهذا الفيديو 2000 لايك، الله يسعدكم. شكرا لكم، خلصنا القراءة رقم 1 ويلا ننتقل للقراءة رقم 2. خلونا ناخذ نفس ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة رقم 2، القراءة رقم 2 يا بنات. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالله شوفوا الفرق، شوفوا الفرق بالله عليكم. هذا الفنجان الأول، شوف الفنجان الثاني كيف، الله يستر. بس طيب أصحاب المجموعة هذه جاتكم ظروف صعبة، ظروف نفسية صعبة جدا، ما كان بالأمر الهين عليكم، ما كان بالأمر الهين عليكم، في الكثير من المشاكل صارت عندكم، مشاكل نفسية، ضغط نفسي، كانت عندكم عكوسات. أنتم الآن يمكن بحاجة إلى تنظيف الطاقة، ولا أنتم منظفين طاقتكم، ويمكن للكثير من أصحاب هذه المجموعة أنتم أوريدي منظفين طاقتكم عندي، أو تواصلتم معاي على أبواب الشفاء، والله يكتب لكم الخير والسعادة. أصحاب هذه القراءة، قاعد أشوف في تعثرات في حياتك، يعني أي شيء أنت تبي توصل له، توصل له بصعوبة كبيرة، ما كان بالأمر الهين عليك أو السهل. كل الناس تحسدك على أنك مثلا أنك ارتبطت بشخص كويس، أو أنك أنت إنسان يعني عقلاني، أو أنك إنسان ما شاء الله إنسان كفو، يعني إنسان محترم جدا، إنسان تجيب الفلوس، بس الناس حاسدتك على هذا الشيء، الناس حاسدتك على الرفاهية، بس أنت ناقص حنان، ناقص عندك فراغ عاطفي كبير. صح أني أنا واصل، صح أني أنا عندي فلوس، صح أني أنا مستقل ماديا، لكني أنا تعبان، أحتاج إلى حضن حنون، أحتاج أني لما أرجع البيت ألاقي شخص يحضني، يسندني، أحط راسي على كتوفه ومسك. أنا لما أبكي ما ألاقي أحد معايا، أنا لما أبكي ما ألاقي أحد يسمعني، أنا أبكي لحالي، أنا محتاجة أحد يوقف معاي وجنبي. أنا قاعدة أحس في الدموع في الفنجان، في تعب، الناس أكلتكم وحاسدتكم على شيء، على ولا شيء. والله لو يقعدون يوم ساعة في عيشتكم يمكن إيش يهربون أصلا، يقول لا 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 ما عاد أبغى، ما عاد أبغى، أنا خلاص أبغى أعيش حياتي عادية، أنا ما عاد أحسد هذا الإنسان. محسودين والناس تاكلكم على الفاضي. طيب الحمد لله والشكر لله على كل حال، نحن نحمد الله على كل شيء إحنا نعيشه، سواء بالحلو أو بالمر، هو الحلو والمر لين ما يمر العمر. أوكي. طيب كل ما تقولوا إنه مثلا أنا بأتزوج، أنا بأرتبط، أشوف الناس تاكلكم كثير، أشوف الناس تحسدكم على الفرحة، على البسمة، على الدم اللي يجري في وجوهكم، على الابتسامة، ما أدري. والله العظيم رغم أنك إنسان محترم وإنسان تخاف الله وإنسان تقي وإنسان فعلا يعني أنت ما تكلم أحد ولا تبي أحد يكلمك، مسالم،
ما عندك مشاكل، واللي يغلط عليك تقول خلاص على الله يا أم سكرب يعوضني يا رب. أشوف إنك فعلا إنسان أو شخص مسالم، سواء امرأة أو رجل يشاهد هذا الفيديو. ناس كثيرة تتكلم عليك، ناس كثيرة تتكلم عليك، يمكن إنك مثلا وصلت إلى فرحة وما تمت لك من كلمات الناس. الناس تتكلم وما سابتك في حالك، الناس تقول عليك كلام ما هو موجود أصلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاتك فرحة وما تمت لك، قول ربي عوضني، قسم بالله إنه العوض من رب العالمين مو من الناس. يا حبيبتي متعطلة شوي بتفتح قسمتك، ما عليكي، بتتيسر أمورك، ما تخافي، بتشوفي الخير بإذن الله، ما تشوفي شر. والله العظيم إني حاسة بأصحاب هذا الفنجان يبكون ليل نهار، تقول أنا إيش الحظ هذا؟ طيب أنا جميلة، أنا حلوة، أنا محترمة، أنا إنسانة ما أسوي الحرام، أخاف الله، ليش أنا ما تيسرت؟ بالأكيد إنه منكم ثلاثينية وأربعينية وخمسينية بعد موجودات عندي، ترى أنا على فكرة عندي صاحباتي خمسينيات وموجودات عندي للأمانة، يعني مو مشكلة. الله يفتح لكم النصيب الحلو ويرزقكم الزوج الصالح، أنا هذا إيش أتمنى لكل بنت. تقول لي أم مسك أنا مو متطلبة، أنا كويسة، أنا محترمة، أنا أبي الستر، أنا أبي حضن الحنون، ما لقيت. طيب مو مشكلة يا حبيبتي، الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ربي ابتلاك بتأخر نصيبك نصبر، والصبر بعده يجي الفرج، والفرج أضعاف على قد صبرك يا حلوة بإذن الله. طيب ندخل في الرسميات الحين، أنا لأنه ما أقدر أمرر الفنجان إلا ولم كلهم أصلا يحبون قراءة الفنجان، يعني تقريبا 80% يحجزون الفي اي بي، لا لي شيء. تقول لي أنا لعشر قراءات التارو ولا يسوون قدام قراءة فنجانك والكف. طيب أبشروا من عيوني، من العين هذه قبل العين هذه، المهم إني أشوفكم مبسوطين. طيب أصحاب هذه القراءة، صح إنك متأخر في نصيبك، لكن جايك نصيب من بعد رب العالمين، عوض 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 عوض. هذه القراءة اسمها العوض، قراءة الفنجان رقم 2 اسمها العوض، العوض بعد الصبر الطويل، الله يكتب لك الخير. جايك شخص صح إنه دخل في علاقة وما كملها، صح إن هذا الشخص يمكن إنه مطلق، ما بكذب عليكم، يمكن إنه عانى مشاكل كثيرة مع شريك حياته الفارط، لكنه إنسان متوازن ومحترم جدا. وعلى فكرة هذا الرجل منفصل له فترة طويلة، يعني سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أوكي منفصل له فترة طويلة جدا. حتى من الأسماء طلعت لي، والله العظيم حتى من الأسماء طلعت لي، تخيلوا، بس أنا بخليها آخر ستيب هذه، أوكي. الرجل هذا بينك وبينه بلدان، بينك وبينه قارات، أوكي، مختلفين، لست من نفس البلد، وأنا أجزم ولست من نفس البلد. وحتى لو تقولوا لي إحنا من نفس البلد، هذا الشخص تقولوا لي إحنا من نفس الجنسية، لكن أوكي ما يعيش هنا يا عمري، ما يعيش هنا، أوكي، يعني يقدر يكون إنه في دولة أخرى، مثلا أنت سعودية وهو سعودي، بس أوكي ما يسكن في نفس الدولة، يمكن إنه عايش بإنجلترا، أنا أعطيتك مثال كذا، أوكي. الشخص هذا متوسط القامة، يعني بالنسبة لي أنا قاعد أشوفه متوسط القامة، بالنسبة لك يعتبر طويل على حسب طولك، أنا طولي 1.72 يا قلبي، تمام، فما أدري يمكن إنك أنت 1.5 تشوفينه طويل، أنا أشوفه متوسط، متوسط البنية كذا، حتى متوسط الطول متوسط البنية. هذا الشخص عنده أعمال حرة، يشتغل أعمال حرة، يعني ما يثبت على عمل قار، هو شغله حر، يمكن تلاقينا اليوم يتاجر سيارات، اليوم يتاجر عقارات، اليوم يتاجر يعني أسهم. في عنده، أقول لك شيء، ترى الإنسان هذا ثري وظروفه طيبة جدا، لكن ما يستقر في عمل واحد، يمكن عندك كذا أكثر من عمل، أكثر من عمل، عملين ثلاثة على حسب هو إيش يشتغل يا قلبي. لا، لكن شغله حلال طيب، تمام، ما شغله حرام ولا شغله في أمور ثانية والعياذ بالله. طيب بالنسبة لهذا الشخص، زي ما قلت لك إنه غير مستقر على عمل واحد، لكن ظروفه
أكثر من ميسورة أو غنية أو ثرية. بإذن الواحد الأحد رح يرزقك كل ما تطلبين، من مهرك، من مطالبك، من هداياك، من مناسباتك، في أفراحك ومسراتك تلاقين هذا الشخص كريم ومعطاء، وهذا شيء مهم جدا صراحة. طيب يسافر كثير، يتنقل كثير، ماني قاعدة أشوف أنه يرسي على بر واحد. الرجل هذا محب للسفر، محب للتجول، محب ما يستقر، يعني أشوف أنه بحكم الانشغالات اللي عنده والالتزامات اللي عنده العملية فيسافر كثير. يمكن أنه فاتح على كذا دولة، يمكن أنه عنده علاقات عملية على كذا دولة. أوكي، يقدر يكون على الخليج العربي أو يقدر على الناس على الأوروبي، الله أعلم، بس أنا قاعد أشوف إنه فاتح كذا محل يمكن، أو كذا علاقات أو كذا مشاريع على كذا دولة. تمام، بالنسبة لهذا الرجل بالنسبة كعمر، يعني أشوف إنه بينك وبينه تقريبا من بين 3 سنوات فارق في العمر لين 13 سنة. أوكي، من 3 سنوات يقدر يكون أكبر منك ب3، يقدر يكون أكبر منك ب4، المهم مينيمم 3 سنوات، ماكسيموم 13 سنة، يعني يقدر يكون أكبر منك ب11، 12، 13، 14، لا، ماكو شيء زي ما يقول العراقيات، إما 3 سنوات أو بين من 3 إلى 13. تمام، عندي رقم 3 متكرر في الفنجان. هذا الشخص زي ما قلت لك إنه عنده مسؤوليات كثيرة، عنده مشاغل كثيرة، مهتم بأموره العملية أكثر شيء. تمام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بتتقابلون في مقابل عندي، متى يوم مسك تعرف على هذا الشخص؟ أنا للبعض منكم أشوف إنه هذا شخص أصلا تعرفينه وموجودة في حياتك، وللناس اللي تقول لي ما عندي أحد ومستحيل عندي شخص بالمواصفات هذه، طبعا قلة قليلة منكم، أنا شايفة الشخص هذا بتتعرفين عليه قريبا جدا في ظرف 30 يوم، الطاقة هذه في ظرف 30 يوم، تقريبا 30 يوم أو ماكسيمم 3 شهور، الطاقة هذه مفتوحة من تاريخ سماعك لها من 30 يوم إلى 3 شهور، ويقدر حتى بعد 3 أيام من سماعك للقراءة هذه تتعرفين على هذا الشخص بالمواصفات هذه. تقولي لي وينه؟ طيب، يمكن يعرفك على السوشيال ميديا، يمكن أنت على أبواب سفر تلاقينا. أشوف أنه في حاجة كذا جايتك من حيث لا تحتسبين، ربي رح يعطيك الخير. أقول لك إنه في دولة أخرى، إذا هو يمكن يسافر، يمكن من بين الدول بيجي لدولتك لبلدك، بيلاقيك، بيشوفك، بيحبك، سبحان الله، رح يحصل عندك شيء. فنجاني كله عيون يا حبيبتي، فنجانك كله عيون، كله عراقيل، كله ناس تحاول، إنه شفتي فنجانك تعبان كثير، لكن ربي رح يفرجها. يمكن متعرضين للأسحار، يمكن تعرضتم إلى كثير أشياء تعبتكم، أذتكم، ما اسمع عليكم، ربي رح يفرجها، الدموع هذه رح تتعوض. يمكن سبحان الله في سحر صار معاكي، أو سحر التفريق صار معاكي، أذاكي وفرق بينك وبين شخص كنتي معه، لكن ربي رايد لك أحسن منه، أحسن منه، أغنى منه، إنسان محترم جدا. أوكي، الدموع اللي ذرفتيها كلها ما راحت على الفاضي، هي عند رب العالمين. طيب، الشخص هذا زي ما قلت لك ليس طويل القامة بالنسبة ما أنا قاعد أشوف، إنه متوسط البني، متوسط القامة كذلك، أبيض البشرة، شوية حنطي كذا، يمكن دائري الوجه، عنده لحية وذقن رموش كثيفة، حواجب كثيفة، وشعر كثيف وجميل وأسود، أسود زي حبة الزيتون، أسود داكن كذا، زيتوني على قولتنا، إنسان محترم جدا، جميل جميل جميل، على وجه نور، أقسم بالله أنت أول ما تعرفيه راح تتذكريني، على وجه نور من كثر العطاء وفعل الخير، والله ما تتخيلي، خشمة طويل يا حلوة، مبسمة عريض وحلو، عنده حبة خال في وجهه، عنده حبة خال ما أدري، بس في دائرة الوجه أشوف أنه عنده حبة خال كده سوداء. تمام، في خشمها، في عينها، في حواجبها، في الرموش، الله أعلم، بس أنا قاعد أشوف أنه عنده حبة خال، أو عنده شامة تقدر تكون، بس أنا أكثر شيء ما مبينت لي حبة الخال موجودة، ومبينة وضوح الشمس، حتى يده فيها شعر، أشوف يده كذا فيها شعر. أوكي،
يدينا غليظة شوي، يدينا غليظة شوي، فيها شعر من هنا، كلها شعر، كلها كلها ترى. هو ما تقولي لي ترى يوم مسك زي القرد، لا يا عمري مو بزي القرد، ترى رجولة هذه حلوة حلوة. أنا مثلا يدين زوجي كلها عروق، ما عنده شعر بس كلها عروق وأصلع، سبحان الله، كل واحد وكيف. بس أنا أحب العروق، بروز العروق عند الرجل مرة فخمين. لكن حتى والله لو أقول هذه طلقني، بس والله حتى الشعر في اليد ما شاء الله حلو، من سمات الرجولة بعد. المهم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش كنت أقول يا أم مسك؟ طيب بإذن الله ماسكين خطوط سفر، أو هو ماسك خط سفر وجايكم، الشخص هذا بيرفهك، تفهمين وش معناته يرفهك؟ يرفهك، يطلعك من المود اللي انت فيها، يطلعك من المحيط النكدي هذا. انت في ناس ضاغطة عليكي، وفي نظرات الناس ضاغطة عليكي، وكلمات الناس مأذتكي، وعيون الناس مأذتكي، الله ياخذهم ويريحوني يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ايش كنت تقول يا ام مسك؟ صار خلاص، صار عندي زهايمر انا، اقسم بالله. بيتقدم لك شخص هذا اما في ظرف 3 شهور او في ظرف 30 يوم. القراءة هذه تراها من تاريخ سماعك تتحقق في ظرف 30 يوم او 3 شهور ماكسيموم، تمام، مش اكثر. تتزوج عن حب، ما شاء الله، تتخيلي وش طالع لي هنا؟ خيل، اقسم بالله طالع لي خيل، وتشوفونها الحين، ما ادري اذا تشوفونه ولا لا، بس هذا الخيل يا حبيبتي، شفتي هذا الخيل؟ شفتي خشمها الطويل؟ ترى هو اصلا يحب الخيول، يحب الحيوانات، عنده خيول، ما شاء الله، هذا شكله فخم، فخامة هذا. أشوف إن عنده هواية، بس هواية البر، الشواء في البر، يحب البحر، يحب يسوي خيمة كذا ويقعد في الرمل، الصحاري، البرور، البحور، بس هو يعشق البر. أشوف إنه خيال ممتاز، لاني عندي خيول هنا، عندي وحيوانات اليفه، يمكن عنده كلب او عنده قطو او عنده حاجه ما ادري، يمكن ما عنده غرام، يعني عنده شغف بالحيوانات وحب لتربيه الحيوانات. طيب بالنسبه للعمر، انا اعطيتك العمر. بالنسبه لهذا الشخص تتعرفين زي ما قلت لك عليه، يا اما على ابواب سفره، انت او هو على ابواب سفره وجاي، أو على السوشيال ميديا، أو موقع تعارف، في حاجة كده صدفة، صدفة بتخلق صدفة، بتخلق العجب. بالنسبة للخطوبة، أو إذا في حاجة بينك وبينه، راح تحصل من بعد تعارفك معاه بشهر، بشهر واحد يجي ويتقدم لأهلك، في ظرف شهر بالضبط، في ظرف شهر بالضبط تتعرفين عليه من هنا، حطي كرونومتر وتشوفين في ظرف الشهر، إلا بتلاقينه جاي دق باب بيتكم. اوكي، لانه في الكثير منكم يمكن انكم مسوين عندي فتح قسم التصيب، او مسوين عندي تنظيفات الطاقه، او يمكن مشترين من بتشترون عندي قلاده. انا اصلا جايتكم على الامارات، بجيب لكم تعليقات وقلادات وخواتم روحانيه، فليبي يا هلا ومسهلا فيكم. اصلا انا باقي بس ثلاث قلادات تكون خاصه فيكي انت، تمام. انا خلاص تحجزوا عندي 7، باقي بس 3 للي يبي، واللي ما يبي خلاص انا بيشترونها من عندي اوريدي من هنا في تونس، بس انتم بكيفكم. انا المهم جاي الامارات، واللي يبي يا هلا ومرحبا فيه. مسوين حاجه تنظيفات طاقيه، جلب حاجه زي كذا فيها شيء، اوكي، لانه عندكم هنا استشفاء روحي واستشفاء طاقي بامتياز. طيب ترى اجتماعي كثير، يتكلم كثير، بس تراه كذا إما يلاقي إنسانة محترمة يكمش فيها، ما يتركها، يبغى ارتباط. وزي ما قلت لك إنه عنده علاقة سابقة ولكن راحت من سنوات يمكن. طيب خلونا ناخذ الاسم هذا الشخص، بصمة 2 3 4 5. إيش الحروف يا أم مسك؟ حرف العين حبيبتي، حرف العين، عين، حرف العين، وحرف الهاء، ميم، حرف الميم والعين والفاء، أول حروف اسمه يقدر يكونون
إن حرف العين والهاء والفاء حرف الألف، الألف، وحرف الياء. وسامعة كلمة ياسر، يسير، ياسر أو اليسر، بتتيسر فيها أمورك، يسر، ياسر، يسير، اليسر. إن ما بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا يا بنات، إن بعد العسر يسرا، طالع لي اسم كامل، اليسر، يسر، تتيسر أموركم وتفتح قسمة نصيبكم وتتزوجوا وتستانسوا وتنبسطوا. وبإذن الله هذا الشخص يمكن إنه حتى جاهز للزواج، وتراه بيدر عليك من الخير، بسم الله ما شاء الله، سيدر عليك من الخير ما لا تعرفينه، ولا ما حتى لو هو يقول لك أنا بجيب لك ويجيب لك، ولسه باقي بيجيب من الهدايا والخير والكرم. أوكي طيب، خلينا ناخذ طيب، انت الحين تعبانه وودك مرايق، لكن باذن الله عندك طاقات استشفائيه، وتراكي بتتزوجين انسان غني باذن الله، باذن الله بتتزوجين انسان غني يا حبيبتي، عندك قوه، عندك سعاده، عندك خير، لا تبكين، انت حاليا في فتره بكاء على حظك يا عمري، الحظ عند الله، وباذن الله تاخذين عن حب وتاخذين عن محبه. اوكي شفتوا انا من اقعد اسجل لازم يتصلون علي، والله العظيم إني أقسم بالله عندي 4 هواتف الحين، وأنا علي ضغط لا يعلم الله فيه. طيب الحمد لله أنه عندي السكرتيرة هي اللي قاعدة ترد عليكم، ولا أنا أقسم بالله ما أقدر أنسق المواعيد ولا أقدر أسوي شيء بدونها، الله يعيني. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله، السيباغاسيون، الانفصال اللي انت عايشة فيه أو اللي عشتي فيه أو علاقات الماضي ارميها، علاقات الماضي ما فيها خير يا حبيبتي، أنت شخص متعلق كثيرا بالماضي، انسي أمور الماضي، لو كان فيه خيرا لبقى، ولو حتى إنه صار في بينكم سحر تفريق أو خديعة أو غدر، ولكن ربي رايد لك الخير، بإذن الواحد الأحد تتزوجي عن حب، أوكي؟ كارت الزواج وكارت الحب، ما في أحلى من كذا، توأم الروح، أتراكشن، شوفي استقبلي الطاقة، قولي أنا استقبلت الطاقة، يا أمسك استقبلت الطاقة بتاريخ 24 مايو 2023 أو أي يوم تشاهدين هذا الفيديو، قولي أنا استقبلت الطاقة في أتراكشن، استقبلي الطاقة يا حبيبتي وتقبليها وتقبلي الشخص الغني. يوجد عندك بإذن الواحد الأحد ارتباط رسمي، وتلبسين الفستان الأبيض ولو على جثة الناس العديان. توأم روحك، بيكون توأم روحك وراح تتزوجون، وراح يكون قصة حب جميلة جدا متوجة بالنجاح. وبالنسبة للخديعة أو السيبريشن اللي صارت معاكي في السابق، عادي مو مشكلة، الله يكتب لك الخير، الله يكتب لك السعادة، والله العظيم إني أتمنى لكل الناس اللي شاهدت هذا الفيديو أو اللي تتعامل معي أو اللي تتكلم معي أو اللي تحجز أو اللي ما تحجز، حتى لو والله العظيم حتى في القراءات المجانية، إني أتمنى لكم الخير من كل قلبي، وعسى ربي يكتب لكم الخير والسعادة والرضا والهنا، وإن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الحلوة يا بنات. تمام طيب، خلصنا القراءات الاثنين، لا تنسوا الاشتراك في القناة، نبي نوصل الفيديو 2000 لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يا بنات.